خليني اعرفكم النهارده يعني هيكون معايا نجم كبير، نجم فعلا اسرى في ملاعب كره اليد النادي الاهلي والمصريه والعالميه في كل الاتجاهات. في البلاد العربيه يعرفوه كويس جدا، الافريقيه الاوروبيه في العالم كله، حط اسمه وحفر اسمه بذهب، باسم فعلا بحروف من ذهب في كرة اليد العالمية. ليه؟ حط 15 جون في مباراة واحدة كأس العالم، في جينس ريكورد بيتكلموا عليه ومكتوب اسمه، وده فخر لينا كلنا. النهارده هيكون معانا نجم فعلا قوي جدا جدا، ما صدقنا نلاقيه، يا دوبك رجع من فرنسا مسافر بكره، فاضطرينا ان النهارده لازم يكون معانا على الهوا، معانا ان شاء الله باذن الله نجمنا الكبير كابتن سامح عبد الوارث، اللي بقاله باع كبير جدا قاعد في فرنسا وما نزلش مصر. اول ما نزل مصر مسكنا فيه وقلنا له انت ابن النادي الاهلي، لازم تكون مشرفنا ومنورنا في قناه الاهلي. خلينا نخرج تقرير عن نجمنا الكبير كابتن سامح عبد الوارث، وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نبدا معاه الحوار والحديث عن احترافه واصابته وحاجات كتيره جدا. سامح عبد الوارث اول مره على شاشة قناة الأهلي. هو أحد أمهر اللاعبين في كرة اليد العالمية بوجه عام، وأحد الأساطير في كرة اليد المصرية بوجه خاص. قدم خلال مسيرته الاحترافية مستوى مميز ورائع، مما أدى إلى إعجاب وإبهار العديد من المدربين واللاعبين والمتابعين للعبة. هو سامح عبد الوارث، أحد أيقونات كرة اليد المصرية على مدار تاريخها. من مواليد 3 أغسطس عام 1971 بحلوان، بدأ مسيرته مع عالم كرة اليد عن طريق نادي التصنيع الذي التحق به بعد ممارسته للعبة في أحد مدارس حلوان. قدم عبد الوارث مستوى مميز مع فريقه وقاده للتتويج بلقب بطولة الجمهورية تحت 17 سنة على حساب العديد من الأندية البارزة والقوية حينها. ثم بدأ اعتماد مدربه في نادي التصنيع الكابتن شعبان الأنور الذي صعده للعب في 3 مراحل عمرية حتى وصل للعب في الفريق الأول، وهو ما ساعده على الانضمام للمنتخب الوطني الأول. مع تألقه اللافت للأنظار، حرص مسؤول نادي الأهلي على ضمه لصفوف الفريق الأحمر عام 89 ليقود القلعة الحمراء ومنتخب مصر وهو في 18 من عمره، حيث أنه كان يجيد اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي وأبدع بها جميعها، وكان أهم لاعب في منتخب مصر في ذلك الوقت. قدم عبد الوارث أداء مميزا مع الأهلي خلال سنوات لعبه داخل جدران القلعة الحمراء، ووصله العديد من عروضه الاحتراف قبل أن ينتقل للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان مع نهاية موسم 96-97 لمدة موسمين، ليصبح أول مصري يحترف بالدوري الفرنسي. وكانت هناك بعض المحاولات لتجنيسه، مع استمرار تألقه سواء مع النادي أو المنتخب، تعرض أفضل ظهير أيسر في العالم عام 97 للإصابة هي التي عطلته عن التألق لمدة موسم قبل أن يتعافى وليصبح جاهزا للعب مرة أخرى، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، فيصاب عبد الوارث مجددا في نفس موضع الإصابة السابقة، مما أثر على مستواه البدني على وجه التحديد. وبالحديث عن أبرز إنجازات نجمنا اليوم، نجد أنه حصل على أفضل هداف في بطولة العالم عام 97، كما أنه حقق في بطولة العالم عام 93 رقما قياسي بتسجيله 15 هدفا في شباك رومانيا، ليسجل اسمه بحرف من نور في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك كأكبر مسجل للأهداف في مباراة واحدة في بطولات العالم لكرة اليد، قبل أن يتألق من جديد مع الفراعنة في بطولتي 95 و97. توج عبد الوارث مع منتخبنا بذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 91، وفي نفس العام حصل منتخبنا على لقب بطولة إفريقيا للكبار قبل أن يحصد البطولة نفسها في العام التالي. كان مسك الختام مع البطولات القارية عام 2000 التي حمل فيها نجم الأهلي شارة القيادة للمنتخب، وحصد منتخبنا اللقب على حساب نظيره الجزائري. كما حصد عبد الوارث مع منتخبنا فضية دورة ألعاب البحر المتوسط عام 91 باليونان، وبرونزية بطولة العالم للقارات العظمى السبع عام 2001 بالسعودية،
وبعد تقديمه لمسيرة حافلة بالأرقام المميزة والإنجازات الكبيرة، قرر عبد الوارث توديع ملعب كرة اليد عام 2006، وكان ذلك على الأراضي الفرنسية. لقب نجمنا اليوم بالعديد من الألقاب، ومنها الفتى الطائر، فراشة كرة اليد، الغزال، لما كان يتمتع به من رشاقة ومرونة يستطيع من خلالها المرور من أصعب الدفاعات الصلبة والقوية، كما أنه كان يمتلك يدا فولاذية تسجل من مسافات بعيدة، إضافة إلى أن التصويبات كانت دقيقة وقوية للغاية. سامح عبد الوارث، الغزال، أحد أساطير كرة اليد العالمية، الذي أبهر حراس ومدافع العالم بأهدافه الخارقة.